شكرا السيد النائب. أيضا للتاريخ أقول على أنه الآن في المغرب في جميع الجهات بل في بعض الأقاليم توجد كليات متعددة التخصصات بالإضافة إلى الأقطاب الجامعية الكبرى كجامعة أكادير بن زور، جامعة القاضي عياد بمراكش، الرباط، وجدة، فاس، مكناس، لا أحتاج إلى التذكير. تبقى الجهة ديالنا بالإضافة إلى باقي الجهات الجنوبية هي الجهة الوحيدة التي لا تتمتع إلى حد الآن بقطب جامعي مستقل يستجيب لحاجيات أو للعرض المتزايد للطلبة المنحدرين من هذه الأقاليم مما يضطرهم إلى السفر إلى أكادير، مراكش وباقي المدن الأخرى. الجامعة أيضا بالإضافة إلى المعرفة ونشر الفكر والشواهد هي أيضا أداة من أداة التنمية الاقتصادية داخل أي منطقة. تعرفون على أن الجامعة لها انعكاس على المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي، فينما كانت الجامعة كيكون هناك واحد قبل ما يكون كيكون ركود، ملي تجي الجامعة كل شيء، بعض المهن كثير من المهن كتشتغل في ظل الجامعة. إذا الجامعة هي مستقبل هذا البلاد هذه، وأنا كرئيس الجهة مستعد وكنقولها نيابة عن باقي ورثة أهل بعيدة، أننا مستعدين نعطوا عشرة القطار إلى بغاوها، وإلى شافت وزارة التعليم ورئاسة الجامعة أن الجامعة تصلح على بعد 8 كيلومتر من هنايا، أنا مستعد نعطيها حتى 20 قطار فابور بدون ريال، ما تخلص فيها ريال. علاش؟ لأنه الجامعة ديالي تملول مشات من عندكم من هون بفعل الابتزازات اللي وقعت في العقار، والمستشفى مهرب من عندكم بفعل الابتزازات اللي وقع في العقار، كتخلعوا الناس وليتوا ما يجيبوا لكمش المشاريع لانكم كتبغوا تبيعوا وتشري فيهم، حنا ما باغيين نبيعوا ما باغيين نشرو. المستشفى الا تبغي تبنى راه عندنا 22 قطار ديال ولاد سوينا بعيده، انا غدا نجيب لكم التنازل ديالها ونعطيها للمستشفى ولا الجامعه يبنوا فيها اللي بغاو. حنا هنايا ما جايينش نبيعوا نشرو، جايين نجلس مصلحه المواطن. اللي كنقول الجامعه كنعرف من هنا 30 سنه كيفاش غتكون هذه الجهه، اللي كيفهم العلم وراه معنا ناس هنا متخرجين الجامعة، متخرجين بشكل من الأشكال، كاين اللي متخرج على ذراعه وكاين اللي متخرج بطرق أخرى. إذا الله يجازيكم بخير، خلونا من البوليميك، صوتوا على الجامعة راه مشات لي تملول، وهذه لما صوتوا عليها غادي تمشي لقنتوخر، وتحرمون أبناءكم وبناتكم وتجرمون في حق هذه الجهة، تجرمون في حق هذه الجهة، لأنه ما يقع اليوم وأنا رئيس جهة وتحمل المسؤولية قدام السيد الوالي هو إجرام في حق هذه الجهة.